ومحطتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الطفولة وتحديدا مع الأنشطة الصيفية وتحديدا أكثر يلي رح تكون ضمن المنزل. رح نحكي هالتفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو اختصاصية رياضة الأطفال نشيدة بودو. يسعد صباحك. صباح الخير. صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن قصة كثير مهمة بالنسبة للطفل وبتأسيس الطفل. اليوم نحن ما فينا نضغط على طفلنا بس دراسة أو بس كورسات للمدرسة، اليوم في مساحة هو خاصة فيه بعالمه وبخياله، مفروض كمان نحن نعطيها جانب كثير مهم بحياتنا. قدمهم اليوم الأنشطة الصيفية بتنمية ذكاء الطفل. هلا الأنشطة الصيفية كثير مهمة بالنسبة للطفل، خاصة بالظروف اللي نحن هلا عايشينها، عم نخاف نطلع الطفل برا، عم نخاف من موضوع الجراثيم والأمراض، فدائما لازم نخلق لهم للأطفال أنشطة بالبيت تقدر تنمي لهم مهاراتهم ويستمتعوا فيها. دائما الأهالي بيتشكوا من موضوع نق الطفل، إنه هو مالل، إنه هو ضايق خلقه، شو بدنا نعمل له؟ فدائما لازم نبتكر أفكار، فينا نبتكر أفكار كتير بسيطة من أغراض البيت الموجودة من دون تكاليف، نقدر فيها نسلي الطفل ونعلمه ويستمتع فيها بنفس الوقت. تمام. طيب هذا الطفل عندنا طفل شقي، طفل هادي، طفل عنده مثلا فرط نشاط، خلينا نعطي امثله لكل نوع من الاطفال وشو النشاط الملائم لهم ضمن المنزل. تمام. هلا خلينا نبلش بالاعمار الصغيره، فينا نبلش نشاطات الاطفال من عمر الاشهر، فينا نعمل لهم، هن طبعا بعمر الاشهر بيكون مكانهم الارض، بيكونوا عم يزحفوا، فينا نعطيهم نشاطات تكون موجوده ضمن البيت، مثلا نعلمهم عن الفواكه، نجيب لهم فواكه حقيقيه نحطها قدامهم، نقول لهم شو اسمها، ودائما بهذا العمر لازم كثير نحكي مع الطفل لانه هو بيكون عم يخزن الكلمات لحتى يكون في عنده مخزون بالكلمات كثير منيح. ونعمل لهم قصص ستوري كتير مهمة للولد بهذا العمر. لما بيكبر الولد شوي بتختلف النشاطات، بصير بدنا نركز على المهارات، مهارات الطفل السمعية البصرية بعمر السنة مثلا، لازم مثلا نحط لهم ألوان يطلعوا فيها، نسمعهم أغاني، نحكي لهم أحرف. كل ما كبر شوي الولد بتختلف النشاطات، ودائما لما بدي مو كل الأنشطة بيستمتع فيها الطفل، دائما لازم شوف أنا ابني شو بيحب لحتى أعمل له. مثلا في أطفال ما بتحب التلوين، ممكن مثلا استبدل النشاط بنشاط ثاني يكون يوسع له مخيلته. مثلا في عنا أنشطة هي الأنشطة الموسخة بالبيت، يعني معظم الأمهات بتكرهها لأنه مثلا ممكن يكركبوا للبيت أو يوسخوا لها، بس هي بالنهاية جدا كتير مفيدة للولد. مثلا ممكن اني اقول له ينقل المي من مكان لمكان بكاسه، خاصه هلا بالصيف وشوب. تمام. ممكن اني مثلا احط له من اواني المطبخ مي وعاء فاضيه ووعاء مليانه، ونقول له نقول الميات من هون لهون، هو حيستغرق وقت وبنفس الوقت حينمي مهاراته الحسيه، وبنفس الوقت حيطورها وحتى مهارات التوازن. تماماً والتركيز. تماما بيركز اكثر لما بده يفضي المي من الكاسه لقلب الوعاء اللي هو بده يحط فيها. ممكن نلون له رز، ممكن نخلق له بيئه، مثلا نعلمه عن الحيوانات، نحن ما فينا مثلا نورجيه الاسد وين بعيش، ممكن نجيب له شويه تراب ولعبه الاسد المجسم ونحط له اياها بالبيت وهو يلعب بالتراب، هذا الشيء كثير بينمي له مخيلته. نحن اليوم عم نحكي عن أعمار الخمس سنوات تقريبا أو ستة، صحيح؟ طيب هدول الأعمار، يعني اليوم نحن الفكرة كتير مهمة ضمن الظروف الاقتصادية، يعني في كتير من العائلات هي اليوم ما أنا قادرة أنه تطلع بابنها لمراكز أنشطة صيفية، وخاصة اليوم أنت أكيد بتعرفي وعلى دراية بالتكلفة. فاليوم هذا الجو نحن قادرين نخلقه، ولكن نحن كمان اليوم في عنا أم مضغوطه بالعمل بهموم المنزل بالاطفال، و قد اليوم مهم تحاول تخلق هي المساحه والوقت لهذا الطفل. تمام. هلا كثير مهم هذا الشيء، اول شيء بتقوي علاقتها بابنها، ثاني شيء بخف الستريس الموجود بالبيت، يعني حتى الاب وقت بيقعد مع الولد وبيعمل معه هي النشاطات كثير بيخلق جو حلو. ثاني شيء الطفل دائما لما بده يروح على مدرسه دائما بيكون في اختبار له، فلما انا بفيد ابني بهذا الوقت بعلمه عن طريق اي لعبه، ممكن اعلمه الارقام الاحرف،
ممكن اذا كان مثلا الولد شقي كثير وما بيقعد اكيد ما رح احطه واقعد لقنه الاحرف والارقام بشكل تلقيني، ممكن اعمل له اياها عن طريق لعبه. مثلا ابني كثير حرك، بحط له الاحرف بالارض، هن بيكونوا على طريق كرود، بقول له مثلا نطلي على حرف الالف، نطلي على حرف الباء. ممكن مثلا هو بهي الفكره يكون عم يلعب ويستمتع وبنفس الوقت عم يتعلم. تمام. ايضا من الانشطه اللي كثير دارجه وغير مكلفه هي الموبايل، يعني كل الاهالي بيعطوا هذا الجهاز للطفل ويا على الاغاني الاطفال بمختلف الاعمار، اذا بدك من تحت السنه عم بتكون. خلينا نحكي عن هي النشاط، هل يعتبر نشاط؟ هل تمام. كيف فينا نستفاد منه بدل ما ضاره؟ يعني مداره صرنا بنعرفه انه بتاذي العيون ولازم يكون في مراقبه لشو عم بيشاهد الطفل، ممكن يكون او نقدر نحول هذا النشاط لشيء ايجابي. هلا الموبايل هو واقع جزئي من الحياه، فما فينا نحن نلغي الموبايل دائما بشكل نهائي، لا، لانه الولد اذا ما عرف يستخدم الموبايل او الايباد يعتبر امي بهذا الزمن اللي نحن فيه، بس هو بنفس الوقت سيف ذو حدين، فهو كثير مضر وخصوصا لاعمار الاطفال تحت السنتين. اول شيء لازم نراقب المحتوى، ممكن بعد السنتين طبعا فينا نعطي الطفل موبايل بس بوقت كثير قليل، ونراقب المحتوى. الاسباب اللي بتضر الاطفال اذا حملوا الموبايل، الضرر هو بيكون انه اول شيء ممكن تعمل لهم تاخر بالنطق، ممكن تسبب لهم السمنة نتيجة القعدة الطويلة، ممكن تعمل لهم مشاكل بالبصر بعيونهم، واكثر شيء بيضغطوا دماغهم فيها من كثر الالوان والاصوات اللي بيسمعوها، فهذا الشيء كثير مضر للطفل وخاصة بمرحلة النمو. دائما بمرحلة النمو لازم نعمل أنشطة للأطفال تنمي لهم مهاراتهم. أكيد. لك عم نشوف بعض الصور للأطفال اليوم، شو أهم الأنشطة اللي ممكن يشتغلوا عليها؟ تمام. بتحسي الأطفال بيحبوا الطين والتراب كل شيء مؤذي بيحبوا؟ لا، لا مو كل شيء مؤذي، الأطفال بيستمتعوا بهي الألعاب أكثر من الألعاب اللي بتخرب بتوسخ ياها. يعني الأم هون بتاكل دم كثير كبير. في سبب، لأنه هون عم ينموا مخيلتهم، عم يلمسوا الاشياء، يعني مثلا الطين بيصيروا بيعرفوا الماده الرطبه من الجافه، البارده من السخنه، الخشنه. خلينا شوي على هدول الصور اللي عم تمرق معنا. تمام. هلا هون مثلا عم نتعلم الاحرف نحن بطريقه كثير ممتعه، بنخبيهم تحت البقوليات يلي بالبيت وندور عليهم، ومحطوطه الصوره قدام الولد بيدور على الحرف وبيقول اسمه وبيحكي طريقه نطقه بالصوره الموجوده. هون عم نعلم مثلا عن الارقام. هلا هون الالوان، بيتعلموا الاطفال الالوان، ولما هون شايفه هذا الملقط مثلا لما بده يقيم الطابه يحطها بالصحن، هو بيكون عم ينمي عضلات ايديه، هذا الشيء بفيده لوقت يكبر شوي وبده يمسك القلم لما بده يبلش يكتب. هاي شو؟ هلا هي ليكي كثير بسيطة، عبارة عن كرتونة محطوط عليها معكرونة وأرقام، بده يفوت الخيط بالتسلسل من رقم 1 لرقم 2 لرقم 3. هلا هون نحن عم نخلق بيئة لحتى الولد يفهم عالمه، شايفة مثلا هذا النشاط كيف نحن حاطين اللون الأزرق للسمك، التراب للحيوانات، هو بيفهم البيئة تماما اللي نحن عم نعلمه عليها. اهم شيء انه هدول القصص احنا قادرين نطبقهم بالبيت، يعني عندنا هدول المستلزمات البسيطه جدا، يعني تمام. مثل ما قلتي يعني دائما اللون بيجذب الطفل، كثير بينجذب بهي الالعاب. ممكن مثلا يكون في عنا نشاطات، مثلا انا عم اشتغل بالبيت خلي ابني يساعدني، مثلا نحط الغسيل بالغساله مع بعض، نغسل الصحون مع بعض، هو يساعدني. تماما، هدول الشغلات كثير بيستمتع فيها الطفل وكثير بتنمي له مهاراته، بتعلمه رعايه الذات، يعني كيف هو يقدر يعمل حاجياته من دون ما يطلبها من حدا. طيب خلينا كمان نحكي عن ما بعد النشاط، يعني اكيد حتكون في حاله من الفوضى والكركبه يعني ممكن تصير بالبيت، قديش اليوم المهم تخلي ابنه يشارك بعمليه التنظيف اليوم بعد يعني بعد عمليه اللعب اللي صارت؟ هلا هذا الشيء نحن بنسميه مثل ما قلت لك رعايه الذات، يعني انا مثلا اي فوضى بعملها سواء بالنشاط او بغير نشاط لازم انا ارتب، اعلم الطفل كيف يرتب اغراضه ويساعدني بهذا الشيء لحتى يصير يعتمد على نفسه اكثر، لحتى ما يصير طفل فوضوي. طيب
تمام، خلينا هيك نحكي بعض النصائح للأمهات اليوم. أنت اليوم إذا حابة يعني الأم، حكينا بظروفها، يعني شو بتقولي على أكثر، شو أكثر شيء ممكن تروح عليه وتستفيد منه ضمن الخمس سنوات الأولى؟ هلا بالخمس سنوات الأولى أنا بنصح كل أم الموبايل قبل السنتين ممنوع منعاً باتاً، بس عم نشوفهم حاملينه للأسف. والله ما بيصير، كتير بضر الأطفال، حتى لو أغاني أطفال عم يشوف أغاني أطفال، أغاني من دون يعني بس صوت، إذا يعني بدون صورة قصدك؟ بدون صورة، ما هي الصورة هي اللي عم تجذب الطفل، ليش ما إنه مشان عيونه؟ لا دائماً الولد وقت بيقعد وقت طويل على الموبايل بعصب، بيتضايق، بينضغط دماغه من كتر الصور، الألوان، الرسومات. حتى إذا بتشوفي اليوتيوب بيكون في فيديو ورا الثاني، فيديو ورا الثاني، حتى ما بيكمل الفيديو، بيرجع على الفيديو اللي تحت وين الصورة اللي بتعجبه أكثر شيء بيرجع بيشوفها، يعني حتى ما بيتعلم يخلص الشغلة اللي هو عم يعملها. فأول شيء نبعد عن الموبايل، ثاني شيء نخلق للأطفال أي نشاط بالبيت. أول شيء مثل ما قلت لك بيقوي علاقتنا بالولد، ثاني شيء بيخفف الستريس داخل المنزل، وثالث شيء بيخلي الولد تتطور مهاراته، تنمو مخيلته، ويقدر يصير قادر بالمستقبل يكون شخص مستقل ويرتاح بحياته، وخاصة الأكاديمية كتير بتعلم الأنشطة. في بعض الأطفال يمكن عندهم مشكلة ما بيعبروا أو ما بيحكوا كتير، تمام، في اليوم أنشطة اليوم ممكن تطبق بالبيت بتساعد الطفل لينمي مهاراته اللغوية ليحكي أكثر ويتحدث أكثر دائما معهم. ولما بيكون الطفل صغير تحت عمر السنتين دائما نحن لازم نحكي معه، لو هو كان ما بيرد، أو معفن مو ما بيرد، ما بيحكي، يعني مو شرط نقول أنا ابني ما بيفهم، لا ابنك بيفهم وبياخد هاي الكلمات وبيخزنها، ويوما ما رح تلاقيه عم يحكي بطلاقة. تماما تمام، يعني بالختام بدنا نشكر